نادي روما في إطار نصف النهائي، كان طبعا فاز روما 2-1 في الذهاب، في حين نادي لاتسيو كان أقصى فريق نادي يوفنتوس من نصف النهائي، وبالتالي لاتسيو انتظر في الكأس الفائز من إنتر. روما أول أهداف اللقاء، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على أول أهداف اللقاء، أول أهداف اللقاء كواليريلا، كواليريلا يضع الكرة في المرمى بعد مرور 3 دقائق، هي بالفعل مباراة الكبار رغم فارق الترتيب، واليوفنتوس يبدو مصر على إحراز لقب لسكوديتو للعام الثاني على التوالي. الكرة اللي ملعوبة إيه بالمقاس، الهدف الثامن لكواليريلا في 19 لقاء، فضلوا النهاردة على جوفينكو وبدأ بماتري وكواليريلا. شوف الاستلام، مفيش ضغط مفيش رقابة، وتحطها حلوة حلوة حلوة، فين؟ حلوة في المقص، رايحة 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 في التمانيات، وأمامنا هو شوف بقى هاندانوفيتش وأمامنا بيرلو، لكن بيرلو حسدناه مقطوعة من بيرلو، وادي هجمة وادي أمامنا اللاعب كوفاسيفيتش، أمامنا انطلاقة حلوة قوي من كاسارو، يا التعادل 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 التعادل، حلوة 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 حلوة، كاسارو مع فالاسيو، يبقى النتيجة التعادل. التمريرة الرائعة الحقيقة من كاسارو اتقطعت من بيرلو في وسط الملعب، نادي الإنتر يعمل الهجمة السريعة وبالاسيو سجل هدفه العاشر في مسابقة الدوري الإيطالي، هدفين في الكاس، 8 أهداف في إطار الدوري الأوروبي. أمامنا هنا رودريجو بالاسيو في هذه اللقطة وفي هذه المحاولة وفي هذه المهارة، لكن شوف كاسانو، شوف كاسانو وكليني سقط في هذه الكرة، وسقط بيرلو، اتقطعت من بيرلو، والتحام كان في اللقطة الماضية وسقوط كليني، لكن يا سلام على الكرة الجاي من الخلف للأمام، بالاسيو زي السهم الملتهب ويأتي بالتعادل في مرمى بوفون، مش هتيجي إلا كده، كاسانو بمهارته وبالاسيو بقدرته التهديفية يأتي بالتعادل في الدقيقة 54 من عمر هذه المباراة عشان يسعد جمهور الإنتر. هاندانوفيتش زي ما قلنا، زي ما قلنا الحقيقة البوفون ممتاز في كورتين لكاسانو بالاسيو، وادي أمامنا الكرة السريعة، وادي الكرة السريعة، وماتري ماتري ماتري يسجل، يا على اليوفي يا على اليوفي، ماتري هدفه السابع، ادي أمامنا هنا الكرة والفرحة وهدف التقدم مرة تانية، يا على الكرة، شوف بقى الإنتر وإصرار لاعبي الإنتر، هدفه السابع، هدفه السابع متري في هذه الكرة في هذه اللقطة، لكن ضغط عالي من جانب يوفنتوس، سجل في روما وفي كناري هدفين وأودينيزي وكييفو وفيرونتينا، لكن أعتقد هو أغلى أهدافه. شوف أمامنا هنا، شوف التمريرة من جانب اللاعب فيدال، وشوف الانطلاقة، الانطلاقة من جانب اللاعب كواليريلا، كواليريلا هل طلعت هل طلعت هل طلعت، ما طلعتش الكرة، وأمامنا الحكم المساعدين الإضافيين، والكرة هي لحقها وعالكرة جميلة، أدي أمامنا هنا ألساندرو ماتري في تركيز عالي، والكرة لم تتجاوز وباينة من أهولها، مش محتاجة إعادة، لكن إعادة وإفادة لمن يجادل.